اثبت يا يا نهار اسود. فيها بايه؟ يا نهار اسود فيها بهواد. ومش كانوا لاغوا التحرش ولا ايه؟ انت فاكر انك هتعرف تهرب مني يا روح امك ولا ايه؟ بالراحة يا بيه، بالراحة يا بيه. سلاح لواح، سلاح فيه شطار. بالراحة يا رجالة، بالراحة يا كابتن. بنتفاهم يا رجالة. يا جدعان انتوا لو قابضين على بن لادن مش هتعملوا كده. ايه ده؟ سيد مسلة؟ ايه اللي جابك هنا يا؟ واضح ان الناس الجدعان دول عايزينك في موضوع مهم قوي. كلك نظر يا حلال. سادة مسلة انت فين؟ انا هنا وانا فارس دجاج. ليلتك بلاك بلوك يا ابن العبيط. بالراحة يا عم. بالراحة يا بيه. ايه الجو ده يا رجالة؟ يا روح امك، هتعصر ولا هتتعبنا في ليلتك السودة؟ يا عم العالم انت مش قابض على جواسيس، الحكاية ما تستاهلش كل ده. لا ده يستاهل وبالقوي، بس انت اللي مش واخد بالك. طب قرينا يا كبير، ناوي معانا على ايه؟ تستعجلش ياض على رزقك، لسه التقيل ورا. وضبوهم لحد ما بلغ الباشا انهم شرفونا بالسلامه. وضبوهم دي ما هو رجاله ومش مريحان على فكره، في حاجات اجدد يعني. في سيبوهم، سامحوهم، فكوهم. انا عندي سيوله قدام وقولين عصام وضحك علي واطي. اسمك ايه؟ باشا بيقول لك اسمك ايه؟ محتاجة تفكير دي، محتاجة تفكير. هتنقي كفاية. مين اللي زقك عليا؟ محد يزقني. وان فتحت عربيتي ليه؟ من حظ الذكر. انت مزنوق في قرشين، ما لقيتش غير عربيه سعادتك قدامي. حياه امك، انت فاهم ان انا ممكن اصدق الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ يا باشا تصدق ولا ما تصدقش، هو ده اللي حصل. علقوه يا باشا. هموت وحياه ربنا يا باشا. ده انا واخد ساعه من العربيه، انا مش طالع العربيه كلها. تعمل ايه يا كبير؟ يا باشا يا باشا انا هموت يا باشا يا باشا. ده مش رجولة على فكرة، وكده الواد هيموت في ايديكم.
طلعوه. ولا يا جيب من الاخر وتقول لي مين اللي بعتك تدور ورايا، يا اما اخرتك هتبقى في البرميل ده. يا باشا والله العظيم لو عندي كلام تاني كنت ريحت نفسك وريحتني وريحت ال... انا بموت. نزلوا ابن الكلب ده. يا باشا والنبي والنبي يا رجاله والنبي يا رجاله. تلجاني على روحك، فاهم يا روح امك؟ فاهم؟ فارس لو لسه عايش رد عليا. عايش يا ابن الفارية. بص في ايه ورايا؟ اكسر كوبايه وفك نفسك. انا عرفت ان الواد ده مفيش حد وراه، وانه كمان اول مره يعملها عشان محتاج فلوس لعمليه واحده قريبته، حاجه كده زي الافلام القديمه. انا اتاكدت من كل ده بنفسي يا سليم بيه، وتليفونك اللي عليه الرسائل والايميلات اهو. الواد ده ما لقاش الا عربيتي انا ويسرقها من ضغطه الاسود. بس انا تحرياتي بتقول ان الواد ده طول عمره ماشي جنب الحيط وملوش في العون، بس برضه ما نقملوش. شوف يا باشا، انا عملت اللي عليا والواد عندكم، نعمله في اللي انتوا عايزينه، بس عن نفسي بقول لك ان مفيش حد وراه. سلام. ايه ده، انت مش هتتعشى معانا؟ لا ده انا عندي عزومه. بالسلامه. بس برضه سعادتك الواد ده خطر علينا، والصح ان احنا نخلص منه، لانه كده عرف شكلنا وعرف عننا كل حاجه. بس مش عاوز حد يحس بحاجه. ده انتوا شوية دلالين منفوخة على الفاضي. يا اثبت يا الشاب الكيوت ياكل بالشلول. تمام يا فارس. انت مكانك يعني انت هوا. راحوا فين؟ واحد جالي كده، واحد جالي كده يا ريس. انتوا الاثنين من هنا، وانتوا من هنا، وانت تعالى ورا.
حلوة حلوة وبلاش فضايح. أنا مش جاي أزيكي، أنا عايز أفرق من هنا. أشيل إيدي ومش هتصوتي؟ بس وحيات قميص النوم اللي عمري ما شفته غير في السيمة. لو غدرت بيا هعمل معاك الغلط. ها انت فاكر ان انت هتقدر تخرج من هنا؟ انت مش عارف انت بتتعامل مع مين. ده سليم الوزان ورجالته هيقطعوك حتت، يعني مش ممكن تخرج من هنا على رجليك. سليم الوزان على نفسه ضربه الاعور على عينه قال خسرانه خسرانه. انا مش عايز منكم حاجه، انا عايز اروح. ها هتعمل اللي انا هقول لك عليه ولا زعلك؟ نعم يا روح امك منك له، هيكون راح فين؟ اتبخر يعني؟ انتوا رجاله انتوا؟ تسليم باشا اطمن، احنا مأمنين الفيلا بره وجوه، هيكون راح فين يعني؟ ولو ريحتك يا كبير قلت لك انا فين؟ سيبنا روح ودار ما دخلك شر. لا ملوش لزوم الغشم خالص، رصاصه تخرج كده تخرج كده تعور الحلوه ولا ايه يا صاحب الحكمه؟ نزلوا السلاح واخرجوا بره. مستنيني، قلت نزلوا السلاح واستنوا بره. وانت نعيم اعمل كاسين لي انا وفارس. فارس؟ ايوه فارس. سيبها وارمي المسدس وتعالى هتشرب كاس معايا. كانش ينعزى كبير بس ما بشربوش. اسمع كلام سليم بيه، مش هتندم. تعال اشرب كاسك معايا يا فارس. من غير غدر يا كبير. هاخده بيك ليه وانا محتاج واحد زيك؟ هو لو مؤاخذة واحد زي سعادتك هيحتاج واحد زي حالاتي يعمل فيه ايه؟ هتشتغل معايا. ده انت امك تبقى دعيالك. انا امي ما شافتنيش اصلا عشان تدعيني. ايه يا انت وهو هتتعبوا نفسكم وتضربوني؟ انا ما اعرفش اي حاجه يا جدعان، فارس الجن هو اللي عمل كل حاجه. وبعدين انتوا مش عارفين انا مين؟ انت مين يا واد؟ سيد مسله. مسله كداب؟ ده كاتبها اقصر مسله شفتها في حياتي. سيبوه يمشوا. ارمي السلاح وحمار منك روح وامشوا. مش حد من الرجالة يهاوب ناحية الفيلا. هتوقف لي كده كتير؟ أنا لو عاوز أخلص عليك هخلص عليك في ثانية، وأنت عارف كده كويس. سلاحي سعادتك. سلاح اللي هو بيموت بني آدمين؟ أنا ماليش في السكة دي خالص يا باشا. كويس إنك بتختار سكة لنفسك تمشي فيها، بس اللي مش كويس إنك بتختار غلط. ما هو يا إما تبقى مننا يا إما هتبقى علينا. ساعتها يبقى الله يرحمنا ويحسن ختامك. اللي مزعلني إن سعادتك مش شايفني صح. الظروف خليتك تشوفني حتة عيل حرامي، بس والله العظيم أنا طول عمري ماشي في السليم. ربنا وحده يعلم إيه اللي خلاني مد إيدي. عشان تعالج قريبتك مش كده؟ انت مخابرات ولا ايه يا باشا؟ انت هتحسده ولا ايه؟ ربنا يحرسك يا بيبي. بصراحة أنا انت عجبتني وخيشت في دماغي على الآخر. أنا محتاج رجالة زيك صفحتهم بيضة يشتغلوا معايا. ساعتها بقى مش هتبقى محتاج تكسر عربية عشان تسرق ساعة ولا موبايل. انت شكلك وش فقر يالا ولا ايه؟ احنا شبعنا فقر يا فارس. مقضية بعون الله يا باشا. ان شاء الله سهله واختها مش مستاهله. اسكت انت اسمع منه هو. وافق يا فارس، وافق وانت اللي كسبان. هات لي شنطتي يا نعيم. اوامرك يا باشا. باشا كل يا فارس. عشان ايه دول؟ عشانك. تدفع منهم حساب المستشفى بتاع قريبتك وتظبط نفسك انت والمسلة القصيرة دي وترجعولي بقى نبتدي شغلنا. مد ايدك يا فارس.
قول لسليم بيه يدوم العز. يا عم انت لسه هتفكر؟ حد يقول للعز لا؟ مد ايدك خد الفلوس وبص على ايد عمك الحاج. يلا ما تكسفوش. ما شفتش كاسك يا فارس. وتاهت بينا تاني ليالينا ليالينا وقل نرسى نرسى على مينا. ترى احنا داخلين على ايه يا مسلم؟ بعون الله داخلين على خير وعز وهنا عمرنا ما شفناه في حياتنا. بعون الله ايه يا ابن الحشاشه؟ ياد ما توزناش على الغلط. هذا احنا داخلين سكه مش عارفين اخرها ايه. يعني انت اخويا عارف اخره الفقر اللي احنا فيه ده ايه؟ عايزين نعيش يا عم زي الناس دي ما عايشه. عايزين ناكل احلى اكل وننام على احلى فرش ونصاحب احلى نسوان هشكه في الدنيا. اللي عايزنا نفضل مدفونين في التراب ده. فرصه ما بتجيش غير مره واحده وما ينفعش نضيعها من ايدينا. انت مين ياد اللي استمت مسله؟ علي النعمه انت قالها الشر عند الفراعنه. ياد انا عارف ان الزمن اللي احنا فيه ده الحلال بقى حرام شرعا. بس سيبنا قلبها في دماغك يابا. المواضيع دي ما فيهاش قلبها ولا شقلبها. العالم واصله قوي. يا اما نبقى معاهم وزيهم يا اما هتبقى نهايه انا وانت يا جن. امسك. ده نوعه ايه دي؟ ظهرت الزهره ولا الثوره مستمره؟ لا دي الطرف الثالث.